معك لاعب مصارع زوال بريوش، لاعب راشد البرنوصي. الحمد لله بعد الفوز ما كيجيش بالسهل، بعد لونطريمون والتمارين اللي ضربوا ليكيب كامله، وحنا اخوان كنا جروب واحد، لا في لونطريمون لا في مريحين. الحمد لله كان كل شيء مزيان، وكنا طامحين باش نوصلوا لهذا الكاس، باش نهديوا الاخ ديالنا سفيان الله يرحمه، وهذا الكاس كنهديوا العائلات ديالنا والوالدين ديالنا، وكنهديوا لجميع الاخوان ديالنا والناس ديال الحي محمدي والناس ديال البرنوصي والناس ديال المشروع. الحمد لله بعد غياب طويل لرياضه المصارعه كتبقى في الدم الحمد لله، والمزيد من التالق والمزيد من الالقاب، وحنا راه ديما اون جروب، والحمد لله غنوصلوا غنهزوا الرايه ديال المغرب ان شاء الله. كنشكر الحوار بريس على هذه الاستضافه، وكنشكر جميع الناس اللي كانوا حاضرين هنايا، والحمد لله على كل حال. شكرا. السلام عليكم، معكم اللاعب خالد مغضور من فريق الجيش الملكي. الحمد لله المنافسات كانوا صعاب، الحمد لله حنا حققنا هذا الفوز هذا اللي جمع بعض المجهودات الجباره ديال الفريق ككل، والحمد لله كنهديو هاد لاكوب هذا سيدنا الله ينصرو، وكنتمنوا نقدموا نتائج ايجابيه في الاستحقاقات القادمه اللي على راسها بطوله افريقيه في شهر 2، وكنتمنوا نكونوا عند حسن ظن الجماهير المغربيه ككل. جوج واحد، وكنشكروا جريده حوار بريس على هذه الاستضافه هذه اليوم لينا، والحمد لله كنتمنوا نقدموا شي حاجه جميله للوطن ككل. شكرا الله يبارك.